لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أخواني أخواتي في حلقة جديدة من هذا البرنامج الطريق إلى الجنة. بالأمس تحدثت معاشر الأخوة والأخوات أن الرحلة تبدأ الرحلة في طريقنا إلى الجنة تبدأ من جريان قلم التكليف على العبد حينما يؤمر بالتكاليف الشرعية وبيده يختار الطريق إلى الجنة أو الطريق إلى النار عياذا بالله يختارها بما يستعد به من صلاح وإحسان وبر وصحبة وتلمس الطريق الصحيح المستقيم الذي سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وهو صراط الله المستقيم تبدأ الرحلة مع نهاية الحياة الدنيا البداية الحقيقية ويبدأ الإنسان يتلمس طريق الجنة فعلا في أثناء الحياة وهو يمارس هذه العبادات ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه العبادات يرجو ربه تبارك وتعالى أن يختم له بخير فإذا اقتربت خاتمة الإنسان بدأ يبصر أنه فعلا اختار الطريق الصحيح مع نهاية حياة الإنسان وبداية رحلته إلى الدار الآخرة يتبين له بحق أنه على الحق كيف؟ حينما يبدأ ملك الموت ينزل على الإنسان ويحضر معه الملائكة يدرك في هذه اللحظة أنه اختار الطريق الصحيح يدرك في هذه اللحظة أن المآل إلى الجنة تسألوني كيف تبدأ البشائر البشائر الدالة على أنه من أهل الجنة ما هذه البشائر هذه البشائر تسليم الملائكة الملائكة تسلم عليه وتبشره قال ربي سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين
يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تدبروا إخواني أخواتي، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. في حياتكم كنتم تعملون العمل الصح الموافق لأمر الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبدأ الملائكة تبشرهم، تقول سلام عليكم ادخلوا الجنة، تبشرهم لأنهم الآن على باب يفضي بهم إلى بداية الطريق إلى الجنة. من ساعة أن يموت هذا الإنسان يدرك هذه البشائر ويراها. فإذا فاضت الروح وبدأ أهله ومحبوه وأصحابه يشيعوه إلى قبره ويحملونه على أعناقهم، في هذه اللحظة يرى البشارة الأخرى. طبعا تسألون كيف؟ أقول أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، فإن كانت صالحة يعني في الدنيا، يعني اختارت طريق الصلاح في الدنيا، وطريق الصلاح شاق ومرهق متعب، يحتاج إلى أن يكون فيه صادقا، والصدق يتعب، يحتاج أن يتجنب الكذب، يحتاج أن يكون مخلصا، والإخلاص متعب، ويحتاج أن يبتعد عن الرياء والنفاق، يحتاج أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل ما افترض الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه، وهذا متعب، لكن هذا هو طريق الصلاح. قال فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، والسبب أنه رأى بشائر الخير. ما يقول كما يقول ذاك المحمول الذي لم يعمل صالحا في الدنيا، يقول يا ويلها أين تذهبون بها، هو يقول عن نفسه يا ويلها، تتكلم هذه الجثة الهامدة يا ويلها أين تذهبون بها. لكن هذا الصالح يقول قدموني قدموني، لأنه رأى من بشائر الخير الشيء الكثير. وهناك أيضا مراحل وبشائر سأتحدث عنها بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن في حلقة الغد. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام،
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.